السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم. نشارك معكم الغداء ديالنا اليوم. غنديرو كسكسو بالقديد وبالطحين ديال الزرع، ها هو باقي بنو خالتو. غنصاوبو على اليد والحمص وهاد الخرشف، هذا هوايا. كل اللي كيقولوا الخرشف كل اللي كيقولوا القناريه. ان شاء الله تتابعوا معانا، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال القديد. ودي هي الوقيته ديالو دابا مع البروده والحر في الشتاء وداك الشيء. هذه هي الوقيته ديالو. غندوزو في الزقوف، يبات ليله كامله فازق في الماء على حساب باش يحيد داك سميتها ديك العطريه وداك الشيء اللي ميبسن فيه. يبات ليله كامله فازق ان شاء الله، ونديروه ونقطعوه ونصايبوه ديك الساعه. عاد تابعوا معانا. نزيدو شي حاجة الماء، مازال غنزيدو الماء ان شاء الله حتى يغبى بالماء، ونسدو عليه بحال هكايا ونخليه حتى الصباح. خصو يغبى في الماء كامل. انا غنزيدو الماء ونخليه حتى الصباح ان شاء الله، ونديرو. نديرو الحامض باش ما يوليش كحل في الماء، تيدينا باش ما يوليش كحل. انا غسلته قطعته وغسلته عاد كنقي باش كتحيد هذيك الرمله اللي لاصقه بيه وداكشي. دابا هادي هي الوقيته ديالو، وصحي. هاد الماكله صحيه مع الكسكسو ديال الزراعه ومع القديد. هاد الكسكسو ما كتجيش مع ديك الخضره، القرعه الحمراء والقرعه الخضراء، هادشي اللي كيجي معاه كيجي مع الحمص والخرشف، وما كاينش الفول وصافي. كملناه نقيناه، شي الحامض كيخليه اللون ديالو كيبقى في اللون ديالها، ما كيولي لك حل لا والو. الحامض مزيان بحال هكا يبقى فيه. زلافة الحمص، عندنا جوج ديال البصلات، عندنا زلافة مطيشة محكوكة، عندنا المعدنوس حيت دايرين هنايا القزبر حبوب، قزبر معلقة، وسكينجبير والبزار والقرفة وخرقوم وزعفران، هذا ضروري. عندنا سمن ملح، هذا ما عندي انا ما ملحش هذا، ولكن ديروا معلقة سمن مالح. عندنا الحار على حسب. عندنا هاد القنارية اللي نقينا، عندنا هاد الكاس الماء، هادو كاملين غيداروا كاملين مع القديد، كيطر معاهم معاه كامل باش يلا كيطيب معاهم هادو، يلا باش كيطيبهم هادوك.
دابا غندوزو نديرو سمحوا لي الزيت ما ذكرته لكمش في الاولى، الملح ما تنديرهاش حيت القديد ميبس بالملح. الملح على حسب اللي جاكم مخصوص ديك الساعه نتوما ديروا الملح لراسكم، والحار عاوتاني بغيتو ديروه ديروه، ماشي ديروه كنطيبوه بوحديتو، تاخذوا معايا القضيه المرقه وطيبوه فشي كويميله صغيره على حسب. دابا ملي غادي يدير يتقلى واحد شويه غنمرقوه مره وتابعوا معانا، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. واحد شويه ديال الملح كنديروه هنا مع الماء، غنوريكم غير المبدا صافي. وانا فايته دايره فيديو ديالو مصايبه على اليد، ما بغيتش عاود نكمل معاكم التصايب. دابا غنزيد عليه شويه السميده، السميده البيضاء ولا الصفراء اللي عندكم، اذا ما بغيتوش فيه الزرع كثير زيدوا فيه السميده. انا وريتكم على المبدا ديالو، دابا ان شاء الله غتابعوا معانا ملي غادي يطيب نبخروه نفوروه ونساليو داكشي، ها عاد ان شاء الله يبان لكم كيفاش جا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. دابا حنايا طيبناه وسالينا، دابا ان شاء الله غندوزو نقادو الغدا ديالنا. فهمتوا كيفاش جا؟
نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والصحة والراحة.